عن الفنان العربي النجم ربيع الخولي. أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا على أرض تونس تونس الخضراء. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا على أرض تونس تونس الخضراء. عاد البندقة في التلحين وفي الإعداد رحب بيك شعبة أحمد عيسى. اهلا وسهلا بالضيف على ارض تونس الخضراء. اهلا فيكم. اهلا بك ربيع. أهلا. اكيد انه علاقه حب كبيره انطلقت منذ سنه 1987 ومتواصله مع تونس ربيع. على طول ان شاء الله يا رب. ربيع حتى في احاديثه الصحفيه وفي الفضائيات العربيه يصرح دائما وابدا ويقول انه فضل تونس على النجم ربيع الخولي كبير جدا. اقل شيء بنعمله انه هالبلد المضياف يلي استقبلني سنة 1987 كان عندي شعور انه هالبلد مش بس يحضن ربيع الخولي فنيا، يحضن ربيع الخولي كمان بين عائلته وبين اهله الموجودين بتونس. وانا معروف عني انه صرت ولد تونس يعني الحمد لله يا رب، هاي نعمة من عند ربنا. تفضل ربيع. مرحبا بك ربيع. أول سؤال يتبادر إلى ذهني هو كيفاش يفسر ربيع الخولي محافظته على موقعه في الساحة العربية؟ شاهدت أنه في لبنان ما زال إلى الآن ربيع الخولي نجم ونجم محبوب لدى الجمهور العربي وحافظ على موقعه في الساحة الغنائية العربية، كيفاش تفسر هذه العملية؟ شنو هو السر معناه؟ قبل ما يكون ربيع الخولي بيكون في جمهور عظيم مثل هالجمهور التونسي الحاضر الليلة يلي هو بيعمل ربيع مثل أمثال ربيع وهو بيعطي بيمضي نجومية للفنان. عيني من يوم ما تشوفا نقوله نوما يا نوما وينك يا نوم. عيني من يوم ما تشوفا النوم. هذا 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 الشعب العظيم يلي هو بيعطيك الدعم ويعطيك بحافظ لك على مستواك الفني. ولازم تحافظ مثل ما الجمهور التونسي والعربي كمان عم بحبك لازم تحبه أكثر. به نمشي إلى أبعد، نذهب إلى أبعد ونقول أنه هذا الشريط الأخير السدي الأخير لولا حمل إلينا ربيع الخولي في شكل جديد فنحس أنه الإيقاعات والتوزيع واللون هو لون غربي، نحس أنه لون جديد على ربيع ما غناهش من قبل. مظبوط. علش هذا الاختيار؟ حبيت انه وصل الرساله مساج لجمهور بعد يمكن انا بعد ما وصلت له صح. يعني في صبايا وشباب هو بحق لهم انه نغني لهم وبحق لهم انه يرقصوا ويهيصوا وينبسطوا فرح يكون في فرح عندهم. وحسيت انه جونا اليوم رح نصير على ابواب الألفين لازم نحافظ على الاغنية التراثية العربية بس ولكن نطعمها يعني مع التفتح على كل الالوان الاخرى. مزبوط. به بس مش رح نوقف هون يعني نواصل. انا يمكن حاتم عملت هالفكرة لانه حسيت انه في ناس بحاجه لهالاغاني ولا لهالفكره اللي ان شاء الله يا رب توصل بس ولكن انا مش هون رح اوقف يعني توقف تطمح فيه. الى مواصله هذه التجربه كيف نقول لك في تونس انا خلوني شو تجاوبني مباشره؟
في تونس أنا خلو هني بيجاوبوك عالمرسى أنا مشوني في تونس ربيع خلو عالمرسى أنا مشو أهل الخير أنا شافوني أهل الخير أنا شافوني من أول نظرة حبوني من أول نظرة حبوني في تونس أنا خلو أنا شافوني أهل الخير أنا شافوني من أول نظرة حبوني.